الشاعر بدكم يا احبابي من الرجال ياسر من عشاق الدمام. هذا الشخص البسيط المتواضع انا درت له دعوه حتى يكون خليفه لاستاذنا خليفه احمد، وراح يقول كلمه في دقائق معدودات، دقائق بسيطه ان شاء الله مازال عنده الفرصه غدوه وغدوه يقدم لنا اكثر من اليوم. تفضل. اولا القصيده الوطنيه قول نبدا بسم الله جاو البدايا ونشرح المقصود لك ما شبان والبسر والقول يا سمع ليا واسمع مني قول صاحب بهتان. العمل هو لي من الدنيا والكسر يحمي ماسك المركان، حضر بالك وفهم معنى يا وشي نوطنك به في حق البلدان. القوه من نظام صافي بالنيه وطنك وطنك ما تولي لو كان الدوله تحياتنا بيكو فيا وكان اجتهدنا في الهشام. والربي ولاد حسن التربية والعربية ظاهرة أساس البنيان. ونديروا فيها مدارس مبنية ومسجل فيها الصلاة والقرآن ومعادل وآلات رعاة عصرية والفلاح يعيش وطنه مضمان ومعادل وفلوس كانت مخفية ويزال خير بلادنا ما كلش كان. يا شباب العز اسمع يا خويا وابن البهزة زيد عني في البنيان اللي تعمل ليك تعمل بالنية وابن البهجة يا خربة الأوطان هذا المعنى ليك وفهم معنايا والجزائر